أهلا بكم في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. نقرأ مقالا للكاتب جاسم الشمري: تستمر في العراق منذ أسبوعين الربكة السياسية المتطورة بعد تقديم نواب التيار الصدري استقالاتهم الجماعية من البرلمان، ويحمل المشهد السياسي العراقي الحالي وبالخصوص في طياته مع إصرار مقتدى الصدر على استقالة نواب كتلته البرلمانية جملة من السيناريوهات الحساسة بقى والخطيرة، ومنها حكومة مصطفى الكاظمي، وهذا السيناريو هو الأهدى كون حكومة تصريف الأعمال الموجودة مقبولة من نصف القوى السياسية تقريبا ما فيها التيار الصدري، وبالتالي استمرار الانغلاق السياسي أو حل البرلمان، ومن المرجح اتفاق القوى الفاعلة على استمرار الانغلاق السياسي على حل البرلمان مع والذهاب للانتخابات البرلمانية المبكرة والتي لن يشترك فيها الصدر بحسب قوله إلا بالخلاص من الفاسدين والمتورطين بدماء العراقيين. المواجهة الميليشياوية الميليشياوية وهو السيناريو الأخطر، ويجري الإعداد له بهدوء وبالذات من الصدريين. وتشير بعض المعلومات الخاصة التي نقلت إلي من الجنوب أن الألوية العسكرية الصدرية جيش المهدي واليوم الموعود وسرايا السلام قد دخلت حالة الإنذار، ومن المؤشرات الخطيرة عثور قوات الأمن الجمعة 24 من حزيران يونيو 2022 على منشورات بمدينة الصدر المغلقة للصدريين تحمل عبارة البديل قادم. فما هو البديل القادم المنتظر؟ والفرضية الدموية حذر منها زعيم منظمة بدر هادي العامري قبل أسبوع، وأكد بأن من يراهن على القتال الشيعي متوهم، ومن يفكر بتأجيج الفتنة سيحترق بها، والفوضى خسارة للجميع. وقد تمتد نيران الفوضى لمدن أخرى، وهذا ما نبه إليه قبل أيام نجيربان برزاني. ننظر بقلق للتطورات السياسية ونأمل ألا تكون هناك فوضى، وهي تحذيرات جاءت بعد ساعات من تهديد مسعود برزاني بأن الأسوأ من الحرب هو الاستسلام، ونحن لن نستسلم. وهذا تحذير واضح للميليشيات التي تستهدف الإقليم. وسيناريو المواجهات المسلحة حذر منه معهد الشرق الأوسط الأمريكي للدراسات منتصف حزيران يونيو الحالي، وأكد أن اللجوء للنزاع المسلح بين الخصوم السياسيين العراقيين أمر وارد مع استمرار الخلافات، ومع ذلك يمكن توزيع نسب احتمالية وقوع تلك السيناريوهات بدرجات متساوية. ولكن يبقى سيناريو الاعتصامات المفتوحة والثورة الشعبية هو الأقرب والأسرع وربما الأصلح. من موقع كتابات نقرأ مقالا للكاتب إبراهيم الزبيدي: من انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية تبدلت الأحوال وتغيرت التوازنات، وأصبح الجميع في انتظار أحد أمرين مجهولين، إما رسو السفينة على شاطئ أمان أو دخولها في موسم عواصف داخلية وخارجية من الوزن الثقيل. وفي عز هذا الترقب والحذر والخوف تطوع قيادي في ائتلاف دولة القانون لصاحبه نور المالكي ليؤكد أن الإطار وضع شروطاً عديدة لمنصب رئيس الوزراء، منها الكفاءة والنزاهة والقدرة على حل الأزمات والخبرة السياسية في إدارة الحكومة. والإطار يدرك تماماً أن هذه الصفات تنطبق على زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي، وأنه مطروح بقوة داخل الإطار. ربما يكون هذا بالون اختبار أرادت به إيران قياس ردود الأفعال تحديداً الأمريكية والعربية، أو قد تكون رسالة تشفي شخصية تعمد إرسالها المالكي وليس من إيران لمكايدة مقتدى الصدر وتعييره وبهروبه من المعركة. اختيار رئيس حكومة عراقية جديدة في هذه المرحلة الدقيقة بالذات لم يعد شأناً محلياً تتصرف به الكتلة الأكبر في برلمان غالبية أعضائه من الخاسرين في الانتخابات،
بل هو مرتبط بعوامل عديدة حاسمة حازمة محلية وإقليمية ودولية، أولها وأهمها الموقف الذي على إيران أن تتخذه من روسيا في أوكرانيا ومن روسيا في سوريا بوضوح لا لبس فيه. فإذا قرر الإيرانيون فرض نور المالكي رئيساً للحكومة العراقية الجديدة أو أي واحد آخر يشبهه في طائفيته الفوارة وعقيدته القائمة على أساس أن الدولة في خدمة المذهب وعلى ضرورة قيام أحفاد الحسين بأخذ ثأرهم من أحفاد يزيد، فمعنى ذلك أنهم باقون في معسكر الممانعة والمقاومة ومع روسيا والصين وبنفس شعارات الأربعين سنة الماضية، ويعني أيضاً أنهم قد اختاروا التصعيد والمواجهة مع المعارضين في الداخل العراقي والاستعداد لاستقبال انتفاضة شعبية مرتقبة والذهاب إلى أقصى حالات التحدي والمكاسرة مع التحركات الأمريكية والإسرائيلية والعربية الأخيرة الهادفة إلى مقاتلة نفوذهم في المنطقة. وتشير الأخبار المسربة من خلف أبواب اجتماع الإطار التنسيقي المغلقة الذي حضره رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى أن الأمور توحي بأنها ماضية نحو التأزم والاحتقان وليس نحو التهدئة والمسالمة والاعتدال. في غمار معركة الوجود التي يخوضها الشعب الفلسطيني منذ 100 عام ويزيد، تسربت بعض المفاهيم والمصطلحات والتعابير والمفردات إلى الخطاب الغربي والعربي وأخيراً إلى جوجل وكل أدوات الميديا التي تلقفتها دون تمحيص أو بالأحرى في نطاق تبني الرواية الصهيونية الملفقة الكاذبة. يقول الكاتب رشيد حسن في مقال نشرته صحيفة الدستور الأردنية: سنحاول أن نضيء حقيقة الغاز الفلسطيني والذي يسمى زوراً وبهتاناً بالغاز الإسرائيلي. لماذا يا سادة تغيب عنا الحقيقة ونسمي هذا الغاز غاز إسرائيل كما وقعنا في الخطأ نفسه عدة مرات ولا نزال؟ فقمنا بتسمية مطار الليد المحتل بمطار بن غوريون وأسدود بأشدود وأم الرشراش بإيلات. ليس سراً أن العدو الصهيوني عمل ويعمل على تغيير كافة الأسماء العربية واستبدالها بأخرى عبرية لتعزيز الرواية الصهيونية الملفقة، وهو ما يفرض علينا التصدي لما يقوم به من خلال الحفاظ على الذاكرة الفلسطينية والتي هي الحصن القوي للرواية العربية الذي لا يزال عصياً على الغزاة. الغاز فلسطيني والأرض فلسطينية، وحيفا ويافا وعكا وبئر السبع مدن فلسطينية منذ الأزل وإلى اليوم، ولم تستطع كل الغزوات تغيير أسمائها والتي تنبض بالحقيقة وتؤكد أن هذه الأرض عربية كانت وستبقى حتى يرث الله الأرض ومن عليها، ولن تستطيع أمريكا ولا أوروبا ولا جوجل ولا كل قوى الشر أن تلغي الحق التاريخي للشعب الفلسطيني في أرضه ولا أن تلغي حقيقة هذه الأرض، فقلبها عربي وسيبقى يضخ دماً عربياً خالصاً مقاوماً حتى يتم تحريرها وطرد من دنسوها وحاولوا تغيير أسماء مدنها وقراها وجبالها وسهولها وصحاريها وهضابها وشواطئها وهوائها. نشرت صحيفة الجارديان تقريراً تحدثت فيه عن فشل التلفزة البريطانية في تقديم الصورة الحقيقية للمسلمين، وقالت إنه لا يوجد سقف زجاجي لأبناء الأقليات العرقية والمسلمين من دخول عالم التلفاز، بل هناك جدار اسمنتي بسبب الصعوبة والعبثية من محاولة الدخول فيه. ويعترف كاتب التقرير سامي جيسويلر بوجود مبدعين مسلمين يساعدون في مواجهة السرديات التلفزيونية المؤذية والمعادية وتقديم قصص متعددة الوجوه ومثيرة عن المسلمين. من ناحية النهج الذي تتبعه الدراما البريطانية من القصص الإسلامية فهناك طريق طويل، فعندما قامت آي تي بمعالجة قصة قتل شرف حقيقية تعرضت لها بناز محمود في شرف، فقد تم عرضها من منظور محققة بيضاء تقوم بمتابعة القضية
بدلاً من المرأة التي تعرضت للقتل. وعادة ما تميل القنوات التلفازية لهذا النهج عندما تقوم بتصوير المسلمين حيث يظهرون في إطار من الإجرام، مثل فضيحة روتشديل التي اتهم فيها مسلمون بإسقاط قاصرات للجنس، وتركت المعالجة أثرها لاحقاً. ففي أثناء محاكمة سائق الحافلة دارين أوزبورن، والتي دهس فيها مصلون مسلمون أمام مسجد فينزبري بارك في لندن، اعترف أن متابعته حلقات دراما ثلاث بنات التي صورت فيها بي بي سي عمليات انتهاك الفتيات في روتشديل جعلته مهووساً بالمسلمين. ويرى الكاتب أن تطورات طفيفة حصلت خلال السنوات الماضية، فلم تعد الموضوعات عن الإرهاب والتطرف أو قتل الشرف تحظى بشعبية، مع أن المفاهيم المسبقة حول طريقة السرد الإسلامي وطريقة تصوير المسلمين لا تزال قائمة. وقالت كاتبة النص زينب: التعليقات التي أحصل عليها دائماً لا تشكك بقدرات الكتابية، والمشكلة هي في الموضوعات التي أريد التطرق إليها وطريقة تصوير الشخصيات المسلمة. وأصبح الوضع سيئاً لدرجة أنها تكتب اليوم عن شخصيات من جنوب آسيا وليست مسلمة، وتقول: القصص التي يطلبها المنتجون في الوقت الحالي لا تعكس هوية أصدقاء المسلمين وعائلتي، ولا أريد كتابة قصص عن شخصيات مسلمة، لأن من في الصناعة سيقومون بذبحها. تحدثت صحيفة الاندبندنت عن واقع جديد في الشرق الأوسط مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتركيا واستئناف مسار الشراكة بين البلدين. وقال بروزو دراغي مراسل الشؤون الدولية للصحيفة إن كلا من ابن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبحث عن فرص جديدة لتعزيز قوته. ويوضح الكاتب أن العلاقات السعودية التركية شهدت فترة ذهبية قبل صعود نجم ولي العهد السعودي، وكذلك انفجار الخلافات المختلفة في الشرق الأوسط. زيارة ابن سلمان جاءت بعد زيارته لمصر والأردن، وقبل يوم من زيارة وزيري دفاع بريطانيا بن والاس وخارجيتها ليز تروس لأنقرة لإجراء محادثات أمنية. وقال إن تركيا تفكر في شراء طائرات يوروفايتر تايفون الحربية من إنتاج اتحاد بريطاني ألماني إسباني إيطالي. ولفت الكاتب إلى أن التقارير التي تحدثت عن أن السعودية أبرمت صفقة بقيمة 10 مليارات دولار مع تركيا لتعزيز احتياطات أنقرة. وقال إنه بالنسبة لكلا البلدين فإن العلاقات الودية تعني المزيد من التجارة والنفوذ في وقت تستمر فيه الولايات المتحدة على طريق طويل نحو الخروج من الشرق الأوسط. ونقل عن جوفين سايك الاقتصادي الذي يقود مؤسسة تيباف، وهي مؤسسة فكرية، قوله: هناك فرص جديدة ووضع جديد آخذ في الظهور. وأوضح دراغي أن القوى الإقليمية ترى نظاماً اقتصادياً وأمنياً جديداً ناشئاً في الشرق الأوسط، والجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى مع طاقة جديدة ومواصلات مربحة تهدف إلى التحايل على حرب روسيا وأوكرانيا. نشر موقع مجلة فورن بوليسي مقالاً للزميل في معهد أبحاث السياسة الخارجية في فيلادلفيا ماكسيميليان هيس، قال فيه إن تركيا ستكون لاعباً مهماً في إعادة تشكيل خطوط الطاقة إلى أوروبا، ليس لأنها تسيطر على عدد من منافذ الطاقة وعبر الأنابيب الحيوية، فالمفتاح لاستراتيجية ممر غاز جنوب أوروبا هو الغاز القادم من أذربيجان بخطوط عبر الأناضول وعبر الأدرياتيك، والتي تغذي محطات الغاز في البلقان وإيطاليا. الحقيقة هي أن الغرب بحاجة إلى أردوغان أكثر من أي وقت مضى، فالحرب الشرسة التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا أظهرت أهمية تركيا الجيوستراتيجية، وظهرت أنقرة كمزود مهم للطائرات بدون طيار إلى كييف، ولم تبدي لحسن الحظ نية لوقف هذه الشحنات. ويقول الكاتب إن فرص النصر الأوكراني ستزداد بشكل كبير لو توسعت شحنات الدعم العسكري التركي.
وتسيطر تركيا على منافذ البحر الأسود التي أغلقتها في نهاية شباط فبراير. وفي نفس الوقت أظهرت أنقرة استعداداً للتعاون مع موسكو بشأن أوكرانيا، حيث يرى أردوغان فرصة هناك. وناقش وزير الخارجية التركي مولود شاويش أولو مع نظيره الروسي سيرجي لافروف خططاً لتأمين خط نقل للحبوب الأوكرانية، وذلك في 8 حزيران يونيو مقابل تنزيلات بنسبة 25% على مشتريات تركيا من الحبوب. ويقول الكاتب إنه بدون التعاون مع أنقرة فأية محاولة غربية لكسر الحصار الروسي على الموانئ الأوكرانية ميتة في مهدها، ويحتاج الغرب تركيا لأن تكون إلى جانبه في الحرب الاقتصادية ضد روسيا. فمن خلال الدعم التركي يمكن الحد من تدفق البضائع الداخلة والخارجة عبر البحر الأسود والتي فرضت عليها عقوبات. ويعرف أردوغان أنه يملك اليد العليا، ومن المحتمل التقدم بمزيد من المطالب واستخدام نفوذه في ملف عضوية السويد وفنلندا بالناتو. فوجئ موظفو سلطة الآثار الإسرائيلية باكتشاف مسجد قديم يعود إلى 1200 عام في أرض بمدينة رحط في النقب. والمسجد عبارة عن غرفة تتسع لنحو 25 شخصاً، وفيها محراب باتجاه القبلة بمدينة مكة، ويعتبر دليلاً إضافياً على الوجود القديم للمسلمين في المنطقة. وهذا هو المسجد الثاني الذي يتم اكتشافه في المنطقة بعد المسجد الأول الذي تم اكتشافه عام 2019، ويعود إلى 1200 عام أيضاً. للكاريكاتير أسلوبه الخاص في التعبير عن الواقع. شكراً لحسن المتابعة، أستودعكم الله.